هناك بيت شعر عربي معروف يقول: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يعني ولو الحديث طال ووقتنا يمكن راح يكون قصير، بس أحب أنوه إلى شيء الآن، عذرا لهذا الحديث، لكن مضطر يعني، وما حاجة المضطر إلا ركوبها. وزارة الزراعة أعلنت بانخفاض الغلة الزراعية للدوانم بحيث تصل إلى نصف الكمية للعام الماضي، وهذا ما شهد به أستاذ محمد حنون الآن. هذا يعتبر شنو؟ خلل في الكمية. ركزوا يا سيد وجدان. نعم. الشيء الثاني الخلل في النوعية من خلال وزارة التجارة التي أعلنت الآن من خلال أستاذ محمد حنون بأنه هناك نوعية رديئة أقرت من الأستاذ الضيف بأنه نوعية رديئة، فالمفروض المواطن يروح يبيعها. يعني هذا إقرار ونحن لنا في القانون يقول هناك قرينة ودليل. لا خلص خلاص قررت بسوء الطعيم. لا حتى يكون واضح. اسمح لي انت اذا تدعو الى المواطن يبيع المادة، اذا تقول له بيعها للمادة يعني لا هذا مزيد. بس لا انطيتك مجال، استاذ محمد اسمح لي. لا اسمح لي دكتور الفاضل اوضح هذا موضوع قد شعر. اسمح لي. أنا أقول ما أسمح لك. خلص دكتور، هاي خطتكم، تقدر ترد علي أنت، بس خلي يخلص. خلص الفكرة. مو إحنا أمام شعب عظيم، وأمام شعب مجاهد، وأمام طبقات فقيرة، أمام الأمة مقلوبة، وأنت تقول للمواطن استفاد منه بيعه إذا نوعيته مزينة. طبعا هو نوعيته مزينة لسوء خطط وزارة التجارة. حبيبي إحنا هسه نحكي ونقول إحنا القطاع الخاص عدة مقترحات، يعني هسه أنت ووزير الزراعة ووزير التجارة الآن خططوا، أقولها بملء فمي، خططوا لتكوين أزمة جديدة حلت من الآن. أبو الزراعة يقول نص الحصاد ماكو السنة الجاية تلاحقونه، وأنت تقول والله النوعية مو زينة والأسباب معروفة وكل الشعب عرفها. يا حبيبي قطاع خاص ده يقول لك أني أشيل الحمل، أني أتحمل هاي المسؤولية، أني أقوم لك بكل شيء، أنا المتعدد الدكتور رحيم العتابي أمام الكرة الأرضية أقولكم اتركوا الأمور بدينا، إحنا القطاع الخاص نديرها. يا أخي شو مكلبين اللي خلط خطتكم هاي؟ ليش تعطي المواطن 8 حصص وتخليه يبكي على 4 مطلوب؟ ليش ما إحنا قلنا لكم نوفر لكم 12 حصة؟ كيس الطحين يكلف الدولة 50,000 نبيع لكم إياه إحنا بخمسة وعشرين. قلت أريد فلوس، قلت تريليون دينار. اسمح لي كل شيء. من ذهب اليوم عندنا خطة. دكتور رحيم اليوم من ذهب إلى إيصال إنتاج الخبز هو 44%، يعني الزراعة أم التجارة؟ هناك سر. اسمح لي حتى صاحب الظاهر استاذ محمد خليك كمل استاذ محمد، اعطيني مجال. ما اسمح لك تقاطعني، انا دا احكي، انا اعطيني مجال استاذ محمد. اسمح لي حبيبي، اسمح لي دكتور. احنا نريد، انا بارك الله بك، العنوان اليافطه مال البرنامج يعني بصراحه جاذبه للمواطن غير طارده. نريد وطن، وأنا أقول نريد تغيير يعني على اسم القناة. يعني خلي اثنيناتين، واحد يكون مكمل للثاني. أنا ما عندي تقاطع وياك أنت كوزارة التجارة ولا وزارة الزراعة. أنطيش فد معلومة خلي لنا نسمحها والمواطن العراقي يسمعها. أنت هسه أنت المتحدث صار لي أطلبك سنة كاملة أجور بدلات طحن اللي هي 5,500,000 طن، وحسبي كل طن 10 دولار، ايش قد تصير؟ هاي بذمة محمد حنون اللي هو وزارة التجارة قصده مو لشخصه، هاي خليه على صفحة. وزارة الزراعة اللي هي تدعي انه هي القائمة واللي هي متابعة الشأن الزراعي، احنا نطلبها اصحاب المطاحن مو شخصي انا، لا كل مطاحن العراق بضمنها طبعا اقليم كردستان ايضا معانا اخواننا الطيبين، نطلبها 48 مليار الا ربع، 48 مليار دينار عراقي الا ربع تحديدا، وانا مسؤول عن هذا الملف ودا اتابع قانونا. يعني الى متى؟ وين تريدون توصلون بنا؟ وين تريدون توصلون بالشعب العراقي والمطاحن هاي اللي كاتلها الناس تجيب الراس على الراس وما جايه بالنجف؟ انسدت ايضا انت ايش قد هسه مطاحنك؟
خلني دا كملش عفوا هاي المخابز الله يخليش المخابز والهذي. وبالمناسبة الطحين التركي اتحدى هسه استاذ محمد حنون خلي يجيب كل الجهاز التقيس السطر النوعية ويقول انه هذا صالح للعلف الحيواني. يا اخي الحنجرة تنتهي مال الحيوانات اذا اكلت الطحين الصفر الصفر، اذا ما بي يعني مادة سليلوزية يعني بفذن خالة فتشي، فشلون انت تجير هذا الشيء وتقول الطحين يباع للحيوان؟ ماكو هذا الحكي. انتم سياستكم يا حبيبي غير صحيحة غير دقيقة، انطوها للقطاع الخاص، انطوا مجال سنة واحدة للقطاع الخاص وراح تشوفون التغيير، الشعب شلون يرتاح، الاسعار ترجع والله كيس الطحين حتى ال 10000 يرجع. زين اكو زين شبكة دكتور رحيم، والعلف يرجع، العلف يرجع، العلف يرجع لل 100000 دكتور يصير يعني كل دكتور رحيم دكتور العزيز. طيب دكتور العزيز خلي اسمع الرد استاذ محمد، بس قبلها استاذ حنون شبكة تهريب الطحين العراقي اليوم الى بعض دول الجوار، اكو هيك صحة لهذا الخبر والمقولة؟ لا لا انا اتحدث ويا دكتور رحيم، الان صار الموضوع موضوع خاص بمطاحن اهليه. نعم. والان الدكتور تحدث عن دعم المطاحن الاهليه، انا شخصيا مع دعم المطاحن الاهليه والوزاره مع دعم المطاحن الاهليه. والان الدكتور يعرف عندنا مشروع انا من الناس اللي كنت حريص جدا على تنفيذه، اللي هو مشروع الطحين الصفر او الطحين الابيض من خلال المطاحن الاهليه. ذاك الاسبوع المجلس الوزاري للاقتصاد قرر أن تدعم المطاحن الأهلية بمشروع يسمى مشروع الطحين الصفر أو المشروع الوطني للطحين الأبيض. هذا بمفاده أنه المطاحن الأهلية تقوم بمهمة الاستيراد والشراء الحنطة من المناشئ الأجنبية والطحن، وبالتالي تصير عملية الطحين الأبيض والصفر عملية وطنية من نسميه من منتج وطني من المطاحن الأهلية. أنا أتفق معك تماما مع هذا المشروع، لكن أن تقول عوف البطاقة التمويلية وإحنا راح نطحن، إحنا رأينا أن 12 وجبة، إحنا رأينا أن 3 شهور خزين استراتيجي، إحنا رأينا ألف كتاب أنت جرابك للمجلس الوزاري والوزارة المالية. ما قلت لك عوف البطاقة التموينية، لا لا عذرا ما قلت عوف البطاقة التموينية، لا أقول لك أنا بتمكن المهم دكتور أقول لك أنا مستعد أسوي 12 حصة. دكتور العزيز أنت ما تقدر، أنت كدولة ما تقدر دكتور.